اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع السيد بندت ليمسكون الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي اليوم، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي يترأس وفد المملكة المشارك في القمة الثانية لحوار التعاون الآسيوي خلال الفترة من 8 إلى 10 من أكتوبر الجاري بمدينة بانكوك. وخلال الاجتماع أكد معالي وزير الخارجية أن مملكة البحرين تولي أهمية شديدة لأهداف حوار التعاون الأسيوي، وتعمل بالتعاون مع دول الحوار على إنجاز هذه الأهداف بصورة مثلى، إيمانا من المملكة بأن هذه الأهداف تصب في صالح جميع الدول الأعضاء، ومن شأنها تعزيز مصالحها المشتركة وتحقيق آمال وتطلعات شعوبها في مزيد من التنمية والازدهار، مشيرا معاليه إلى أن الارتقاء بالتعاون بين دول الحوار في جميع المجالات يضمن التغلب على التحديات التي تواجه هذه الدول ويكفل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إلى أن مملكة البحرين هي من الدول المؤسسة لحوار التعاون الآسيوي، متمنيا للقمة الثانية للحوار النجاح في إنجاز كل ما يعود بالخير على دوله وشعوبه على المستويات كافة. من جانبه أشاد سعادة السيد بندت ليمسكون بالدور المهم الذي تقوم به مملكة البحرين من أجل تعزيز العلاقات بين دول التعاون الآسيوي والوصول إلى الأهداف التي يسعى إليها، متمنيا للمملكة دوام التقدم والرخاء.